في المحويت خرج أبناء الرجم ليبرهنوا على صمودهم ومواصلة درب النضال والمقاومة ضد الغزاة في لوحة صمود يجسدها اليمنيون للدفاع عن وطنهم. صمود شعبي يجسد التلاحم الوطني ويبرز التآلف والتكاتف القبلي المساند للجان ورجال الأمن والجيش اليمني. فهذه الجموع في مديرية الرجم محافظة المحويت تعقد بين الفينة والأخرى وقفاتها الاحتياجية ومسيراتها الجماهيرية لتبعث برسائل للعدوان مفادها لن نبخل على الوطن وسنستمر في النضال ولن تنحلي لنا هامة حتى ننتصر أو نموت. قلب النابض علي عبد الله صالح لهذا الشعب صامد بهذا الصمود، فهذا نستمد قوتنا وصمودنا من صموده ومن شجاعته ومن بسالته ومن حنكته ومن سياسته. سلام ما دمت تهز ذي الضلقات تام مثل الكزز من صلب ما يهتز حتى من صواريخ الكروز. بشعب يفتخر واعتز ونعم لا قد بلي صرت كز والحر ما يعجز ولا العيشه مع الباطل تجوز وسلامتكم. يحملون اسلحتهم على اكتافهم ويهتفون رغم فقرهم وجوعهم لوطنهم، وكلما ازداد العدوان في اجرامه ازدادت الجبهة الداخلية تماسكا وقوة وصلابة، فلن يترك هؤلاء وأمثالهم الوطن فريسة سهلة أو لقمة سائغة للأعداء. لا يمكن أن يفرقنا مفرق مهما حاول أن يدس من دسائس ومهما حاول أن يستخدم من أساليب رخيصة وقذرة ومهما حاول أن يجند من عملاء ليثير الفرقة والخلاف، فلن يستطيع أن يفرق بين أعضاء هذا الجسد الواحد. يهب أبناء مدينة الرجم بمخلافها الشاحذية وبني حبش تأكيدا لصمودهم واستمرارهم ضد العدوان، وكلما استمر العدوان كلما زاد صمود الشعب اليمني. صمود منقطع النظير، فرغم الحصار والدمار إلا أن الدفاع عن الوطن يظل راسخا ووجهة لكل يماني أصيل ومنهجا لا بديل عنه. نؤكد لأبناء شعبنا اليمني العظيم وللزعيم القائد المشير علي عبد الله صالح والجميع الجماهير اليمنية بأننا واقفون وإننا صامدون وإننا بإذن الله منتصرون ضد هؤلاء المعتدون على أوطاننا على أطفالنا على بيوتنا على أرضنا، والنصر من عند الله وبإذن الله وبالروح بالدم نفتيك يا يمن. يبرهن اليمنيون على مقدرة في صد العدوان عن وطنهم، فقد أصبحوا يدركون جيدا أن الحق دوما ينتصر وأن الباطل يندحر وأن آمال وطموحات العدوان ستنكسر، فالدمار والقتل جعل الشعب كله بركان حتما سينفجر. عرف الشماع، قناة اليمن اليوم، المحويت.